طيب، نمضي إلى التيار ومنها نقرأ: مدني لن أغادر الوزارة بطلب مواطن. قال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس إنه لن يغادر منصب الوزير بمطالب مجموعة من المواطنين، وأضاف: لم أطلب تعييني وزيرا. وأوضح أن تعيين وإعفاء الوزير يرجع لتقييم الجهات العليا، وذكر أن الوزراء الحاليين جاءوا من وضع أفضل من وضعهم الحالي، مؤكدا تقبلهم لجميع النقد. وقال مدني خلال مخاطبته الدورة التدريبية للاختصاص التعاوني المحترف إنهم لا يظهرون كثيرا في الإعلام بسبب وجود مؤسسات إعلامية كبرى لها ولاؤها للنظام السابق. وأقر مدني بعدم تحديد وزارته لأسعار السلع، وعزى غلاء الأسعار إلى ارتفاع معدل التضخم. يعني أستاذ خالد، إن لم يكن مغادرة التنفيذ لمنصبه برغبة من المواطنين، فبرغبة من تكون وبمطالب من؟ أنا أفتكر بدرجة كبيرة يعني جزء من أساليب العمل الإعلام هنا في السودان بقت في المرحلة الأخيرة بشخصنة القضايا. يعني ما يجب الاهتمام لا يكون كثير ب ناحية إعلامية بالتعليقات تحت المسؤولين، لكن الأداء التنفيذي لعملهم، والأداء التنفيذي من خلال البرامج اللي هم بيطرحوها ومدى تنفيذها بالنسب، الاهتمام بقضايا المواطنين فيما يتعلق بالوزارات أكثر من التعليقات. التعليق دائما هو ما خبر، التعليق ما خبر، لأنه الخبر معلومة، وزي ما بيقولوا الخبر هو ما يتعلق بحياة الناس بشكل مباشر. لذلك مفروض التقييم يكون بالأداء ده اكثر من الاهتمام بالتعليقات. الشيء الثاني، انا شايف برضه في مع الخبر ده في منشور صادر من الوزير نفى ما ما ما, ما مذكور في الخبر. انا ما في وضع اكد، يعني اقدر اكد يا تو الدقيق ما نشر في وسائل الاعلام او ما البيان المنسوب من الوزير، لانه في وجهتين نظر في الموضوع ده. وفي النهايه اي مسؤول في أي نظام ديمقراطي هو لازم، وفي أي نظام هو لازم يهتم بوجهات نظر المواطنين فيه، لأنه هو بيعبر عنه ومفترض يجي تعبير عن إرادتهم. هو نفى الخبر برمته أم جزء منه؟ يعني نفى أنه هو ما ذكر بأنه هو يعني يرفض أن يعني يكون تحت إمرة المواطنين. طيب، الوزير عزى أيضا عدم ظهور أو عدم ظهورهم كتنفيذيين بسبب مؤسسات إعلامية لها ولاء للنظام السابق، هل هذا سبب مقنع؟ والله في مشكلة في الحكومة، في المسؤولين، في التعامل، ما في تدفق للمعلومات بالنسبة لأجهزة الإعلام وبالنسبة للمواطنين. الحكومة فيها إخفاق كبير في في في, في التواصل مع أجهزة الإعلام والتواصل مع المواطنين. بعد كده التعامل مع أجهزة الإعلام وتصنيفها ده فيه جدل، إذا كان جدل سياسي ولا جدل إعلامي، حول المؤسسات وسياسات التحريرية. المؤسسات بدرجة كبيرة في تحليلها بالمحتوى بتاعها وبمن يملكها، يعني ده تحليل المحتوى من ناحية علمية في الإعلام مرتبطة بمن يملك والمحتوى بتاعها، ده اللي بحدد لك اتجاهاتها شنو. بالتأكيد في مؤسسات إعلامية بتكون مملوكة للنظام السابق والمحتوى بتاعها بيدافع عن النظام السابق وبيحاول يكون معارض للنظام الحالي، وبنفس الغدر في مؤسسات بتدافع عن المؤسسة عن النظام الجديد. والأجهزة الإعلام هي جزء من الصراع الفكري والسياسي، جزء من تضارب المصالح في السياسة وفي الاقتصاد وفي المجتمع. ده وضع طبيعي في المجتمعات الديمقراطية، وفي وضع انتقالي نحن ما بين قديم كان الشعب السوداني أطاح به وبين جديد لم يكتمل ولم تظهر ملامحه سياسيا وتنفيذيا وإعلاميا بشكل واضح. ولكن أيضا أستاذ خالد، يعني أجهزة الإعلام هذه أيضا منوط بها كجزء أصيل من أدوارها مراقبة الأداء الحكومي وعكسه للمواطن السوداني برمته. يعني طبعا ده من واجبها إنها تراقب الأداء وتنتقده وتتابعه، ومن واجبها أيضا تطور قدراتها المهنية والموضوعية أيضا، قدراتها على العمل المهني. في برضو من جزء من يعني فرازات النظام السابق في ضعف مهني كبير في المؤسسات الإعلامية، في ضعف في على مستوى المهني، ضعف في حقوق الصحفيين، ضعف في تدريب، ضعف في المناخ العام، وفي أيضا جهات بتحاول ان يعني تغير من
التطوع العمل أو تغيير حتى في الأخبار وفي مصداقيتها لتحقيق مصالح سياسية. قلت لك السودان في مرحلة بتاعت سيولة، منها برضو سيولة إعلامية، سيولة سياسية واقتصادية، ودائما السمات بعد أنظمة دكتاتورية لفترات طويلة في كل التجارب بتاعت الشعوب وأجهزة الإعلام في الانتقال من الدكتاتورية لنظام ديمقراطي بيكون دائما فيها مشاكل زي دي. وأيضا في مشاكل غير النظام السابق مرتبطة بالبنية بتاعت الأجهزة والمؤسسات الإعلامية في السودان، إنها هي مؤسسات ضعيفة، ما تقدر تطلق على مؤسسات ضعيفة اقتصاديا، ضعيفة في التخطيط، ضعيفة في التدريب، ضعيفة حتى على المستوى المهني. ده مشاكل لازم نعترف بها عشان نقدر نطورها. يعني في قصور كبير في الحكومة في التعاون مع أجهزة الإعلام وفي التدفق الإعلامي، وفي قصور من أجهزة الإعلام في تحقيق قصور في الطرفين، تحقيق يكون في وضع مناسب للصحفيين عشان يشتغلوا، وتدريب للصحفيين وبالالتزام حتى بالدقة والمهنية والمصداقية الصحفية. ولكن يعني هنالك تعليق يقول بأن عدد من المسؤولين أو الوزراء تحديدا يعني يتحاملون على الأجهزة الإعلامية وينتقدون انتقاد أو عكس الحقائق من الإعلام تجاههم. يعني أنا لا أعتقد، أو عموما هو نقد الوزراء أو المسؤولين هو حق أصيل يعني من حقوق الإعلاميين، ولا يريدون به شخصنة الأمور. يعني طبعا من حق الإعلام ووضعه الطبيعي أنه ينتقد ويراغب وكده، وفي النظام الديمقراطي الحاجة مفتوحة. برضو الصحفيين ما عندهم حصانة ضد الانتقاد، برضو من حق كل المواطنين إذا كانوا سياسيين أو مواطنين عاديين من حقهم أيضا ينتقدوا أجهزة الإعلام، لأنها هي ما مقدسة، فده جزء من اللعبة الديمقراطية. يعني أجهزة الإعلام من حقها تنتقد، والمواطنين والسياسيين والاقتصاديين والمؤسسات من حقها تنتقد أيضا أجهزة الإعلام. المطلوب هو يعني تحسين الحال و نعم كل الأطراف، من كل الأطراف. فين إحنا عندنا قصور في الحكومة كبير جدا، وفي قصور في السياسيين، وفي قصور في الأجهزة عامة الخدمة المدنية، وفي قصور في الأجهزة الإعلامية. يعني ده تقدر تغلق الإعلام، ما بيقدر يخرج من شروط الواقع، الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بتاع البلد. فهو جزء برضو من الخلل الموجود ومن التشوهات بتاعت الدولة السودانية منذ عقود طويلة. الإعلام أيضا جزء بيعاني من نفس الأزمات الاقتصادية والسياسية، وحصل له تجريف مهني كبير برضو. يعني نعم، يعني نتمنى أن ينصلح الحال. أيضا أستاذ خالد مدني يذكر دائما بأنه مستهدف، هل توافق هذا الرأي؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، لماذا الاستهداف؟ يعني والله ده حسب تقديره. يعني في أي شخصية بيطلع للعمل العام من حق المواطنين ينتقدوه ويقيموا أداؤه إذا كان ضعيف ولا إذا كان أداؤه جيد، بس المهم يكون الانتقاد دائما زي ما يكون اللعب على الكرة زي ما بيقولوا، ما على جسد الخصم، على الأداء التنفيذي بتاعه. نحن عندنا مشكلة دائما في السودان الانتقاد بتاع الأشخاص والانتقاد الانطباعي. أفتكر إذا أنت حاول الأجهزة الإعلام تنتقد الأداء التنفيذي بتاع المسؤولين، ممكن يكون فيها حاجة موضوعية والأداء في قصور كبير في مادة صحفية خصبة ومادة مفيدة للمواطنين. ده لما تقدم خدمة صحفية للمواطن بالغصور وين والضعف في الأداء وين والتقصير وين، بيكون ده أنت خدمت المواطن أكثر من استهداف الناس على المستوى الشخصي. ده ما مفيد بالنسبة للمواطن وما خدمة صحفية جيدة. يعني نعم.